جبال وسهول ووديان وصخور، تضاريس متنوعة امتازت بها المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، مما جعلها ذات طبيعة خلابة. صخور وجبال، برنامج يحاكي تلك التكوينات الطبيعية ويتغنى بسحرها وجمالها. صخور وجبال يستحضر شموخ الجبال وحدة الأودية ويوثق الجغرافيا في تلك المنطقة. سبحان من أبدع هذا الكون ونظمه بأحسن نظام، وتفرد بالخلق والأمر، وتوحد بالجلال والجمال، واختص بالكبرياء والعظمة. سبحانه خلق العرش والكرسي، وخلق السماوات والأرض، وخلق الشمس والقمر، وخلق الجبال والبحار، وخلق كل شيء وأحسن خلق كل شيء، وجعل كل شيء من الآيات التي تدل على عظمته. ومن تلك الآيات التي خلقها سبحانه جل في علاه خور فكان، التي جعلها تتفرد بجمال طبيعي لا مثيل له، فهذه المدينة الوادعة تحيط بها الجبال من ثلاث جهات، تاركة لها أن تفتح حضنها للبحر من الجهة الرابعة، لتعيش في مشهد جمالي ساحر يطلق الدهشة من عقالها. خور فكان كنز من كنوز الخالق على هذه الأرض، وهذا الكنز ازدادت قيمته أكثر بسبب الموقع المميز بين الجبال الشاهقة الملونة والشواطئ الهادئة والمزارع والبساتين المثمرة، ليشكل عنوانا لكل تعابير الجمال الطبيعي. نعم، إن للمدينة جمالها الخاص وجاذبية لا تضاهيها مدن أخرى، فكل من زارها وعاش فيها أعجبته كثيرا وتمنى أن يقضي العمر كله في ربوعها. فهي منطقة جميلة ذات مناظر طبيعية خلابة وطقس غائم، أهلها كرام، ولها تاريخ قديم حافل بمقاومة الاستعمار أيام الإنجليز والفرنسيين والبرتغاليين. تقع مدينة خور فكان على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطل على خليج عمان، حيث تجاور كلا من مدينة كلباء وإمارة الفجيرة، وتبعد حوالي 20 كيلومتر عن إمارة الفجيرة، وهي مدينة تابعة لإمارة الشارقة. إطلالة خور فكان المباشرة على خليج عمان أكسب شواطئها صفات طبيعية أهلتها لتكون من أجمل شواطئ الدولة، ومن أفضل الأماكن لراغبي الهدوء والاستجمام ومشاهدة الشعاب المرجانية الجميلة والحياة البحرية الغنية. يعود سبب تسميتها بهذا الاسم لأنها عبارة عن خور على هيئة فكين، جبلان اثنان يحيطان بها ويحميانها من كل المؤثرات الهوائية والرياح، ويقال إن الرحالة ابن بطوطة هو من أطلق عليها هذه التسمية، حيث قال عنها: خور فكان كلها ذات أنهار وحدائق وأشجار ونخل. خور فكان تعتبر بحق متعة للناظرين بطبيعتها المميزة التي لا تشبه إلا نفسها، فهي لوحة طبيعية رائعة، حيث تجمع هذه العروس، عروس الساحل الشرقي، بين جمال البحر وروعة الجبل
وتمتاز شواطئها بمياهها المتماوجة بين الزرقة والإخضرار، ورمالها ناعمة بيضاء تحيط بها غابات مترامية الأطراف من أشجار الغاف والسدر، ومزارع البرتقال والمانجو والموز والحمضيات. إذن بين جبلين يمتدان في البحر مثل فكين تقع خورفكان، هذان الجبلان ينتميان إلى سلسلة جبال الحجر، حيث تحتضنهما المدينة وتتدثر بهما، ويمنحاها صفاء وجمالا طبيعيا، ويضفيان عليها ألوانا معدنية جميلة براقة. ومن الأسماء المحلية للجبال التي تنتشر حول خورفكان وتحيط بها وتنتمي إلى سلسلة جبال الحجر، جبال الجلجي، أبو العبس، الحوامي، اليرادية، الخبة، المنزل، الحمراء، والدورة. هذه الجبال التي تحيط خورفكان تتفاوت ارتفاعاتها إلى 3 مستويات، هي جبال ذات ارتفاع قليل ما بين 10 إلى 50 متر، وجبال متوسطة الارتفاع ما بين 50 إلى 200 متر، وجبال عالية الارتفاع أكثر من 200 متر. في هذه المنطقة الجبلية تظهر صخور لبريدوتايت على شكل كتل طولية تمتد حتى جبل العوين غرب خورفكان، وتبرز هذه الكتل من أسفل كتل الجابر والمجماتيت وتحتل مناسيب مرتفعة، وتظهر على شكل حافات جبلية هرمية الشكل لها قمم مدببة بارزة. وظهرت هذه الكتل فوق التكوينات الأخرى المجاورة بفعل حركات التصدع والزحزحة على طول حركة أسطح التصدع في كتلة البريدوتايت. وقد ظهرت أيضاً كتل صخرية طولية من البريدوتايت المجماتيتي يتداخل فيها عروق من الجابرو. والجابرو عبارة عن صخر ناري باطني، وهو صخر خشن الحبيبات والمكافئ للبازلت والدولوريت، وهو صخر داكن اللون، ويتكون أساساً من البلاجيوكلاس والبيروكسين. ويعمل المزيد من البيروكسين والقليل من البلاجيوكلاس على دمج الجابرو إلى بريدوتايت، فيما يعمل البروكسين الأقل والبلاجيوكلاس الأكثر على خلطه إلى ديوريت. والجابرو صخر واسع الانتشار جدا، وعلى وجه الخصوص في القشرة المحيطة، حيث يشكل جزءا من تتابع الأوفيوليت، وهذا هو تتابع الصخور نزولا عبر قاع المحيط، وينشأ على جانبي أخدود وسط المحيط. وبينما تكون الحمم الوسائدية والقواطع الصفائحية للبازلت الطافح قمة التتابع، يتجمد بذلك الجابرو باستمرار في كتل من البريدوتايت المنصهر على جدران غرفة الصهير أسفله بينما تتباعد الجدران. والجابرو صخر شديد المتانة، مما يفسر سبب استخدامه الواسع في فرش السكك الحديدية وفي رصف الطرق، لكنه يعد واحداً من أقل الصخور النارية جاذبية، ولذلك يقل استخدامه كحجر زينة عن الجرانيت،
ومع ذلك فهو المصدر الهام لمعادن النقل والكروم والبلاتين. أما الصخور المتحولة تم تكوينها من صخور تكونت مسبقاً، فقد تكون صخور رسوبية أو نارية، ويحدث لها هذا التحول بفعل الحرارة أو بفعل الضغط أو كلاهما معاً. بالنسبة للتحول الناتج بفعل الحرارة فيكون نتيجة تأثير الحرارة الناتجة عن الأجسام النارية والتي تتداخل فيما يحيط بها من الصخور، فصخور الكوارتزيت قد تحولت نتيجة الحرارة عن الحجر الرملي، والرخام أيضا تحول نتيجة الحرارة عن الحجر الجيري. وبالنسبة للتحول بالضغط فهو ناتج عن قوى الضغط التي تتعرض لها هذه الصخور، ويسمى أيضا التحول الميكانيكي. وأبرز مثال لهذا النوع من الصخور هو صخور الأردواز الذي تحول بالضغط عن الحجر الطيني. وتعتبر الصخور المتحولة بالحرارة وبالضغط معا جزءا كبيرا من إجمالي الصخور المتحولة مثل صخور الشيست والنيس. ويمكن تصنيف الصخور المتحولة إلى ثلاثة تصنيفات: الأول الصخور الخشنة مثل المجماتيت والرخام، والثاني المتوسطة الخشونة مثل فلايت، والثالث الصخور الناعمة مثل الأردوى. ومن أبرز الخصائص الخاصة بالصخور المتحولة أنها أولاً تحمل بعض الصفات التي تتصف بها الصخور الرسوبية والنارية قبل تحولها، بينما يتغير ذلك بعد تحولها، وأنها تستطيع أن تكون مواد جديدة، وأن المواد التي تقوم بتشكيلها ذات أشكال وألوان متعددة ومختلفة. تضرب خور فكان جذورها عميقا في التاريخ، فهي تتربع على 4000 عام كما كشفت التنقيبات التي أجريت على آثارها، وهي غنية بالمستوطنات والمدافن والنقوش والمعالم الأثرية. وتشير المكتشفات التي عثر عليها في أحد المستوطنات إلى فترة وادي سوق التي يعود تاريخها من 2000 إلى 1300 قبل الميلاد، وهي الحضارة التي أعقبت حضارة أم النار. والحديث عن خورفكان يتسع باتساع رقعة هذه المدينة التي تضم في أحشائها وعلى جبالها وسفوحها الكثير من المواقع الأثرية والعمائر التراثية. يقع كهف خوربرية في الجهة الشرقية لمدينة خورفكان في المنطقة الفاصلة في أسفل الجبل من جهة البحر، ولا يمكن الدخول إليه إلا من جهة البحر.
وبما أننا نتحدث في هذه الحلقة عن جبال خورفكان، فإن هناك الكثير من القصص والروايات القديمة التي تناقلها أهل المنطقة القدماء والتي توثق التاريخ والجغرافيا. ومثلما ذكرنا قبل قليل كهف خوربرية، فإننا نرى أنه من المهم أن نذكر بعض المواقع الأخرى التي لها حكايات في ذاكرة الخورفكانيين، حيث توارثوها عن الآباء والأجداد. كما نذكر من موروث خورفكان عيمات الكافر، حيث يذكر معمرون خورفكانيون نقلا عن أجدادهم أن خيل الكفر أو الكفار البرتغاليين أخذت تلاحقهم بين الممرات الجبلية حتى وصلوا إلى مكان يصعب على خيلهم عبوره بسبب صخرة صماء تتوسط الوادي. ومن ثم قام الأهالي بسكب الزيت على هذه الصخرة فأصبحت زلقة، ولما أراد الأعداء القفز بخيولهم من فوقها تعثرت أقدام الخيل وسقطت بفرسانها، بالإضافة إلى أن الأهالي قاموا بإلقاء الحجارة عليهم فأصابوا الكثير منهم. كذلك ثمت الكثير من الظواهر التي تفردت بها خورفكان قديما عن غيرها من المدن، منها مصيدة الحيوان المفترس، وهي عبارة عن حجارة جبلية حادة ترص بجانب بعضها البعض في خط مستقيم يصل طوله إلى نحو المترين في خطين متوازيين كأنه فلج، تغطيهما أحجار طويلة كأنها سقف، ثم تجعل له فتحة يدخل منها الحيوان، وفوق المدخل مباشرة توجد فتحة علوية تدخل منها حجارة طويلة مصقولة طرفها السفلي مربوط بحبل يمتد حوالي نصف المتر أو المتر، وفي أواخر الحبل تربط قطعة لحم أو دجاجة، وعندما يدخل الحيوان المفترس لافتراس الدجاجة أو قطعة اللحم يشد الحبل للداخل فيقع في الأسر. وتختلف المصائد حسب نوع الحيوان الذي قد يكون نمرا أو ذئبا أو ثعلب، ولا تزال هذه المصائد باقية في عدة مواقع في المدينة. بطن الأرض إلى ظهرها ثمة حصون وأبراج تسرد ذاكرة المدينة الثرية، حيث توجد المربعات والبوم والمقابض بكثرة، ومنها بومة جبل الشيخ وحصن المنصور، برج العدواني، حصن الميناء، الحصن البرتغالي، بومة أبو العبس، حصن الناخي، برج سلطان بن صقر، بومة الحوامي، مربعة مدخل السوق، مربعة الحارة، مربعة علي بن عبود، وبرج الرابي، وغيرها الكثير.
بعض هذه الشواهد اندثر وبعضها ما زال قائما يخبر المارين عمن سكنوا هنا وتركوا أثرهم على هذه الأرض التي لم تبح سوى ببعض كنوزها وتنام على الكثير. لتاريخ خورفكان أصالة تجد ملامحها على وجوه أهلها الذين اعتمدوا في معيشتهم على هبة الله التي منحها لهم في الطبيعة، فتركزت معظم أنشطتهم في الصيد والزراعة، وكانوا قد اشتهروا بالغوص بحثاً عن اللؤلؤ. خورفكان قصة تمتد لسنوات مضت، اجتمع خلالها سكانها على التعاون وعشق الأرض، وتعلموا من الحياة معنى الصبر وعدم الاتكالية، واستشعار مراقبة المولى عز وجل في كل صغيرة وكبيرة وحسن معاملة الناس، بالإضافة إلى الصدق والأمانة، ما أسهمت هذه الخصال في صقل شخصية كل واحد من الأهالي في تلك الفترة. حظيت خورفكان كغيرها من مناطق ومدن إمارة الشارقة باهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتشهد المدينة نهضة شاملة في كافة مناحي الحياة، فانتشرت فيها المساكن العصرية وتوفرت خدمات التعليم والكهرباء والمياه وشبكات الطرق والاتصالات، ما زاد من مكانتها السياحية الكبيرة ووجودها على خارطة السياحة العالمية لما تضمه من فنادق ومنتجعات سياحية وشواطئ، كما أنها تعد منتجعاً متميزاً تستقطب سنوياً مئات الآلاف من الزوار والسياح من كل أرجاء العالم. وبفضل هذا الاهتمام وتلك الجهود الكبيرة من سموه اجتمعت في خورفكان كل المقومات، حيث يأتي إليها مئات الآلاف من الزوار سنوياً من داخل الدولة وخارجها للاستمتاع بممارسة الرياضات البحرية ومشاهدة طبيعتها الخلابة والتنزه والتسوق في ظل مناخ معتدل على مدار العام. فإن كان الحسن يتجسد في أرض فهو يتجسد في مدينة خورفكان.